بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنفنش الكورس، هنتكلم عن الإكسبورت، إزاي أعمل اللي هو التوريد أو التصدير، إن أنا أصدر الكونتنت بتاعتي دي كلها في صورة أو في أي كونتنت من البرنامج بيسمح لك بيها. وهنتكلم عن البرنامج زي ما قلنا في الفاينل سوتس، وهنقول رأيي والكلام ده كله. عندي أنا حاجة اسمها Export Page as PNG، بعمل تصدير للصفحة دي كـ PNG زي ما انت شايف homepage.png. أقوله سيف وأجي عند الكمبيوتر، أدخل على الداونلودز ماي واير فريمز، وأدي صورة الواير فريم بتاعي كاملة، بروح باعتها للعميل عشان يشوف اللاي أوت هيكون شكله إيه. زي ما انت شايف صورة كاملة فيها كل اللي انت عملته، كل حاجة تمام والحمد لله وما عندناش أي مشكلة خالص. طيب، في عندي انواع تاني للاكسبورت موجوده في البرنامج. اكسبورت دوكيمنت ممكن يعمل لك اكسبورت كبي دي اف، ممكن يعمل لك مالتي بيج اللي هو السكيلابل فيكتور جرافيك فايل، يعمل لك اس في جي فايل، ممكن يعملها لك كويب بيج، ويب بيج كامله تتنقل بين الصفحات، عن طريق الماب. بيستخدم تقنيه اسمها الماب، الناس تعلمتها في الاتش تي ام ال، اللي هي بتدوس على جزء في الصوره يوديك لصفحه تانية وهكذا. طيب احنا عملنا الصورة وعملنا لها اكسبورت وكله تمام والحمد لله، ودينا الصورة للعميل والتخطيط وكله مشي والحال تمام وزي الفل. فين بقى الفاينل سوتس والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه واللي هو يهمنا ان احنا نعرفه جدا جدا جدا؟ البرنامج اللي انا اشتغلت عليه ده برنامج مجاني، في برامج كتير احسن منه. انا ما رضيتش ادخلك في قصة الكراكس وان انت تنزل برنامج مكرك والبرنامج المكرك ينزل لك فيروس في الجهاز او ميل وير ويبهدلك، وكل ده يكون بسبب ان انت نزلت برنامج مكرر. في ناس ما شاء الله عليها ربنا كرمها بمشاريع كتير، ممكن مش خساره ان هو يشتري برنامج ب 10 دولار، يعني حوالي مثلا 40 ريال سعودي ولا 35 ريال سعودي، او بالمصري مثلا 180 جنيه مصري، في برنامج هيساعدك ان شاء الله في شغلك ويظبط لك الدنيا ويفتح لك مجال شغل كويس. يعني الخلاصة من الكورس زي ما قلنا ان انت تتعلم التخطيط، مش تتعلم برنامج البنسل ده. برنامج البنسل ده رغم ان انا اشتغلت عليه لأول مرة في حياتي معاك وجوه الكورس ده مليان باجز، في باجز كتيرة جدا، لكن اول حاجة عملتها في الكورس واللي انا دايما بعتمد عليها في حياتي ان انت ما تعتمدش على برنامج تتعلمه، لا، تتعلم تقنية، تتعلم تقنية الواير فريمينج، مش برنامج اللي هو البنسل اللي بيعمل الواير فريمينج. لا، بنزل ده ممكن يبوظ، ممكن بعدين الشركة ما تطوروش ويقف على كده. لكن لو انا اتعلمت الواير فريمينج نفسه هروح اشوف اي تولز بديلة واعمل بيها اللي انا عايزه كله. طيب انت تنصح بالبرنامج ده؟ لا، انا لا انصح بيه. البرنامج ده تجربة ان احنا نشوف بيه الدنيا ماشية ازاي ويعني ايه واير فريمينج، بس لما انوي هشوف تول احسن منها. طب ايه فايدة الكورس مدام انت بتقول انا البرنامج ده انا ما بدعموش ومش عايزك تشتغل عليه؟ فايدة الكورس ان انت كل برامج الواير فريمينج هتفتحها هتعمل اللي احنا عملناه هنا بالظبط. يعني معنى كلامك اني هلاقي كومبوننت جاهزة كده واعمل لها دراج واكتب جواها واحط ده كده وده كده واكبر ده واصغر ده. نفس الفكرة، يعني كل اللي انت هتعمله ان انت هتغير التول او تشتغل على التول دي، لو عجبتك اشتغل بيها مفيش اي مشكلة خالص. لو جبت تول تانية هتلاقي نفس الموضوع قدامك وتعمل بيه كل اللي انت عايزه. الخلاصة اللي احنا عايزين نطلع منها كاملة من الكورس ان انت تخطط للمشروع بتاعك قبل ما تعمله بالتول دي، بتول غيرها، بأي تول في الدنيا، بورقة وقلم. المهم ان انت تعمل واير فريم للديزاين بتاعك قبل ما تبدأ وقبل ما تعمل الكود لو انت ما عندكش الموهبة ان انت تعمل الديزاين وانت بتكود، وتديها للعميل وتوريله ان انت بتعمل شغل محترم. ده الواير فريم، تقول له ده الواير فريم بتاع شغلي، كل حاجة موجودة اهي، العناصر زي ما انت طلبتها، السلايدر فوق، السايد بار هنا، عدد المقالات اهو، البيجينيشن لو انت عندك مثلا صفحات، تعدد الصفحات، كل حاجة اعملها له وفرجه عليها، لما يشوفها ويتأكد ويلاقيها تمام وزي الفل تتوكل على الله وتروح تعمل له الكودينج او تعمل الديزاين او البرمجة او زي ما تحب وتوريها للعميل، هيلاقيها النسخة طبق الاصل من اللي انت وريته له، لكن كل حاجة معمولة بالجرافيك والألوان والشغل العالي والريسبونسيف وكل الشغل اللي انت حطيته فيه. يا رب يا جماعة يكون ربنا وفقني في الكورس، وعايز اقول لكم دي اول مرة اشتغل على البرنامج معاكم، يعني احنا كنا بنعيش تجربة تعليمية، يعني تجربة تعليمية مع بعضينا، ما فتحتش البرنامج قبلها ابدا وسطبته لاول مرة في حياتي، وتعمدت ان انا اشتغل عليه معاكم عشان اوريكم ان انت لو فتحت تول تانية انت ما تعرفهاش هتدخل تتعمق فيها وتلاقي نفسك بتحرك العناصر وتعمل كل حاجة. يعني والله يا جماعة انا عمري في حياتي ما اشتغلت على البرنامج ده ولا فتحته في حياتي غير جوه الكورس ده. يعني
ده يثبت لك ان انت لو اتنقلت لاي تول تانية مش هتواجه اي مشكلة باذن الله. يا رب الكورس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله مع كورس جديد. اخوكم اسامة من قناة الزيرو ويب سكول، وشكرا.